في الشأن السياسي للوطن، علق رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري في تصريح صحفي عقب الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولي للراحل محفوظ نحناح بفندق الرياض على الخطاب الذي اعتمده الأمين العام بالنيابة للأرندية أحمد يحيى خلال تنشيطه لندوة صحفية. واعتبر مقري أن كلام أحمد يحيى يمثل محورا سياسيا غير الذي ينتمي إليه الأمين العام للأفلان عمار سعداني. Il a plutôt parlé en tant que représentant d'une, d'un axe politique différent que celui de Saadun et du FLN. Il a mis les points sur les i et cela concerne Ahmed Ouhia finalement, définitive. Pour nous, nous appelons pour un changement, pour une transition démocratique. Totalement.